شو اسوي يا ربي؟ ضوجة، لاكو فلوس واحد يطلع، لاكو شغل، لاكو دنيا، وين واحد ضوجة ما يعرف. خلينا ندخل يا ببجي الشباب احسن شي. هلا والله بالشباب، شو اخباركم؟ يا عمي ليش لا، الناس كلها طبت كونغري ومن جوة جوة، غير انا ملتهي بالامتحانات. بسيطة ازعجكم اذا ما ادمركم الدمور. شو عندي؟ ما عندي شي. لا حول ولا قوة الا بالله، يعني ممدد عدتكم ومقابل لهذا الببجي وقاعد ولا شغله ولا عامله. هي تروح هو ها ماما، انا كم مره قلت لك ممنوع تنام عدتكم؟ اوه نسيت يا ماما، والله هسه جد قعدت. زين شغله ثانيه، انت شو وقت حتبطل هذا الببجي من شو اسمه ومقابلنه وقاعد؟ متى تعدوا لك شغله حالك حال هاي الشباب؟ احسن مو قاعد مثل نسوان بالبيت. ماما شلون ما دورت؟ انا اليوم قاعد نص الصبح، رحت على ابو المخضر، رحت على ابو الماركت، رحت على ابو المشتر، رحت افتريت المولات كلها، ابو الملابس، ما خليت واحد ما رحت عليه. تخيلي اخر شيء على محل مشتر مال شلاب، قلت لعمي الشغل يمك، قال شو اسوي؟ قلت له شغلني حتى لو تشرب يمك، قال اطلع برا طردني، يعني وين اروح بعد يا امي؟ شغل ماكو. هو هاي انت، تطلع تاخذ لك فره راس الشارع وترجع لي، والله ماكو شغل، لا الدراسه بيك خير، ولا بشغل بيك خير، ولا بالبيت بيك خير، انت بشنو بيك خير؟ لا مش لا ما بيك خير. انت شايفني بالببجي ما الزم، اسال اصدقائي علي، اصلا كل جماعتي معتمدين علي بالببجي. حلو استاذ هيمو، حاطط جهه وقت تستهزئ بامك مو؟ وتقول لي بالببجي بيك خير، تمام، لي تعال لعاد، خلي شوف هذا النعال، بيك خير عليك لو لا؟ تعال. دا شغله شغله؟